خلينا في بلادنا بلوتو، كيف قلت لك قلتها برشا مرات، تونس عندها ريلاسيون سبيسيال مع الدين، على خاطر نحس انه احنا، انت تعرفها كإمام سورتو راك تشوفها، الدين الابليكي في تونس الحقيقه ماهوش كما الدول الاخرى. واش نفسر لك كيفاش؟ يعني التونسي في بيان سور يؤمن بربي، وبيان سور في معناها فينا برشا يكون يصلي فما لله هذيك زاد كل واحد ربي يهديه. واما اللي مقلقني بلوتو ديرنييرمون هذيك دينك ما بينك وبين ربي، كما نقولوا شي حاسبك ربي وحدك على اللي باش تعملوا على غلطك على كل شيء، مي فما ديريكسيون جينيرال نتاع الدوله، فما بوليتيك، فما يعني فما غشاء يدور على 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 عباد الكل، ينظم الحياه الدينيه والحياه الدنيويه زاد في نفس الوقت. تونس ديرنييرمون وبعد بيزارمون بعد الثوره، معناها قبل البورتون كانت في عهد معناها استبداد وكل ما فما برشا حاجات يعني واضحين ومتمسوش، فهمتني؟ مي بعد الثوره هي كان نرجع بلاد من عهد الاستعمار، فما حاجات من الاخر سهله باش نسهلها لك، فما حاجات كانت واضحه وبدات تتنحى، كيما بار اكزومبل المساواه في الميراث، كيما ما نحكي القوانين الجديده هذه، كيما كيفاش نقولوا الزواج معاش المراه المسلمه من راجل مش مسلم، كيما نعش نرجعوا بلو لوان كي قلت لك عهد الاستعمار تعدد الزوجات، هذه الكل كانت حاجات واضحه في الدين والعباد موافق عليها ونورمال، معناها العباد تعيش بها، نجم تابليكيها تنجم لها وكل شيء. علاش الديريكسيون تاع الدوله ماشيه في هذه، في انه بشويه بشويه نقرقشوا، سامحني في الكلمه، ولا نفسخوا في الدين شويه بشويه؟ وشنو هو الريسبونسابيلتي نتاعكم انتم كأئمة في الحكايه هذه كمان، خاطر باش تبدا تمس في الشعوب في الحاجات هذه، هي تظهر بسيطه في السيرفاس، مش تبدل الستركتور نتاع المجتمع، راهو ما تنساش، معناها كي تقول انت العرش ان المساواه في الميراث، اوكي انت حر تحب تسوي في الميراث ولا لا، مي بعدها الستركتور نتاع المجتمع نتاعك الونتير مش تتبدل، كانت خاطر كانت فيها مونتاليتي مش تولي فيها مونتاليتي اخرى. كي تقول انت الحاجه هذه ما نعرفش ايه كانت محلله وربي محللها وانت تحرمها ولا تبدلها ولا تنقحها كيما تحب انت، اسكو قاعدين يعملوا هما ديجا مش عارف كي ياخذوا في القوانين هذه في ديزيتيود على حتى سوسيولوجيك على المجتمع نتاعهم كيفاش يعيش كيفاش يفكر وكيفاش باش يولي بعد والا لا، انتوما شنو هو الريسبونسابيلتي نتاعكم كائمه في الحكايه هذه باش تدافعوا على الاسلام كمان؟ طيب سؤال معناها مهم على الاخر. الساعه اول حاجه خويا رياض باش ندمت فاهمين في فاصل، اول حاجه فاهمين الحقيقه شنو هي الحقيقه. ساعه نبي قصين المساواه في الميراث، انا كان فيك محامي بس ضدها. طيب امام خطيب نطلع على المنبر ويسالون الناس يقولوا المساواه في الميراث، تقول لهم لا ما تسويش في الميراث لانه المساواه في الميراث ظلم. العدل في الميراث اي، لكن المساواه في الميراث ظلم. عليه لانه اليوم وقت اللي يموت الزوج وباش يخلي فلوس باش يقسموهم، جيت تقول لي عنده زوج اخوات وبنات وعنده ثلاثه اولاد وصغار وزوج نساء تقسمهم كل قد ظلم. اوكي يعني مش معقول انه اخواته ياخذوا قد مرته قد درشني قد لا لا لا، ثم استراتيجي معين، ثم نسب، هي نسب مئويه راهي، دي بورسنتاج راهو هما غير بركه وقتها ما فماش بورسنتاج، ثم الثلث والربع والخمس والسدس والثمن وكذا وغيره، لكن هي بالبورسنتاج معناها 30% 20% 40% تلقى 100% في الاخر بالكل. خلينا نفهموا حاجه ساعه قبل. نحن اليوم البنك العالمي قاعد يثبت يعطي في فلوس للدول اللي تستحق، يعطي فيهم في فلوس الضمانات، راهو البنك العالمي ولا المنظمات العالميه كي تعطي فلوس خويا رياضه بي امر نعرفه ما يخفاش عليك، تطلب مقابل اللي هو الاصلاح الاجتماعي، ما تطلبش فلوس، راه ما تطلبش معناها تحب ترجع لها فلوس ولا عبد ما تعرفوش ليش كيفيت تو فهمت شنو هاك انت كيف حكيت لي فهمت معناها شنو قصدي، يعني فهمت شنو تطلب اصلاح اجتماعي، ماهيش طالبه منك فلوس يخلي عندك بترول يخلي عندك بترول يخلي عندك ملحك، حاجتي باصلاح اجتماعي. شنو كلمه اصلاح اجتماعي؟ الاصلاح الاجتماعي هي عندما يسمى بالديمقراطيه، هي الديمقراطيه اللي هي باكيج باكو كبير في باكوات صغار، البكوات الصغار هذه راهي مش ديمقراطيه حكم الشعب للشعب راه فقط راه لا، فيها انك انت تتخلى على قيم معينه، تتخلى على في الدين نتاعك تتخلى على حاجات معينه، تعمل مساواه بين المراه والرجل، نحي كلمه مراه ورجل اعمل الجونغ ما يسمى بالجونغ الجندر هذايا، ما تحكي لي مال فمال احكي لي على كذا وكذا، فهمتني؟ كيفاش تجي؟ قلت لك كلمه مال فمال ديباسي ولا ديجا ديباسي
جونغ جونغ معناها جونغ ما فهمت شنو هو. ففي الاخر بالكل هذي وعلاش توا هذي الكل؟ لانه ما فماش حاجه تنجم تسبب زعزعه للمجتمع وبصفه عامه للناس بصفه عامه قد الحاجات هذوما. رغم بين قوسين ساعه اول حاجه اكثر حاجه تخوف غير المسلمين هو المبادئ والقيم. نحن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كي جيت قال انما بعثت متمما لمكارم الاخلاق. طيب متمما لمكارم الاخلاق راهو الاخلاقيات والمبادئ والقيم هي التي تنجم تجعل شعب كامل يرتقي الى درجه عليا في اقل وقت. اليوم راه نحن نتعاركوا 7 مليارات على غنائم الارض، راهو نتعاركوا 7 مليارات هذوما على كيفية استغلال موارد الأرض والطاقة والقوة والفلوس والباور والواحد كل شيء. نتعاركوا على الشيء هذا اليوم، ما عادش ثم حرب كهو، ثم حرب قيمية، ثم حرب مبادئ قيمية وكذا. فالمنظمات بصفة عامة والبنك العالمي وكذا اليوم يجي يفرض على وزارة الشؤون الدينية ويفرض على الدولة، فرضوا على المرحوم الله يرحمه ينعم الباجي قائد السبسي، وانا عندي ناس مقربين حكاوا معايا قالوا في الاخر بالكل خلي نقولوا شنو باش نقولوا على المساواه في الميراث ولا على القران ماهوش مصدر تشريع ولا مش كذا، نقول هكاك ومن بعد شعبي يتصرف هو من داخله انه يرفض وانه يعمل، وناخذ الفلوس باش نعيشوا ونوكلوا ونشربوا، وما تصيرليش الاشكاليه نتاع يحب يسب شعبي يسبني يقول راهو بير علي خلي يسب. لكن انا راني وكلته خاطر كان باش يجوع راهو الشعب اذا كان جاع يا خويا رياض راهي كارثه. راهو هنا بدينا نشوفوا البركاجات اليوم، السرقه اليوم في تونس اليوم، عدم متواجد الامني، الواحد كله راهو ذيل كله من الجوع. راهو اذا كان يجوع الشعب راهو يهيج، واذا كان يهيج الشعب راهو فما حتى براج ينجم يوقفه. فاش اللي قاعدين يعملوا هما؟ قاعدين يقطروا له بالقطره بالقطره، نعطيك فلوس اعملي اصلاحات اجتماعيه. ما فماش اصلاحات اجتماعيه، راهو الدونج جاي ما فماش منه، وهذا اللي صار. راهو ثم تقرير يهبط وثم كذا يهبط. فدور الائمه شنو هو اليوم؟ دور الائمه، دور الائمه اليوم انها تقول للناس بصفه صريحه وعامه. نبي قوسين راهو حاله الامام يا رياض يا خويا راهو حاله بكي في تونس. نعرف راهو الامام، انا جتني بعثوا لي من هارفارد ومن اوكسفورد بعثوا لي 19 شاب امريكي. طيب في 6 جانفي اللي فات بعثوهم لي، حبوا ياخذوا فكره ثم جمعيه، هي جمعيه نتاع لي ستودنتس نتاع لونيفرسيتي امريكان في اوروبا، موجوده في نيس يظهر لي هكا اسمها. جاوا بعثوا لي 19 طالب امريكي معاهم زوز دكاتره من هارفارد زوز دكاتره من اوكسفورد. طيب جاوا يحكيوا معايا على وضعيه الامام في تونس والدين في تونس كيفاش وكل شيء، نحكيه بصفه عامه. حبوا يعملوا بحثهم نتاعهم، انا نعرف البيرو غطى، لكن قالوا لي الامام بلي قداش يخلص؟ قلت له بفلوس تونس ولا بفلوس فرنساوي؟ قالوا لي معنا فلوس اوروبيه بصفه. قلت لهم راه 100 اورو. ما نقولكش خير، قول لي هكا. قالوا لي شنو 100 اورو؟ قلت لهم ما بقى. قالوا لي وحده جاتني سالتني قالت لي اخر سؤال عندي نحب نساله ولد، هل ترى انه اليوم التدخل نتاع البوليس في المساجد وانه يتبع في الخطب نتاع الجمعه ويتبع في الناس اش تحكي وكذا مقلقكم كأيمة ولا؟ ونحن كشعب ولا كشباب امريكاني شنو تتصوروا منا نجموا نعملوا باش نجموا نحسنوا الوضعيه سواء كان في تونس والا في العالم اجمع من ناحيه الدين الاسلامي في تعام؟ قلت له شوف اول حاجه الساعه انا كمحمد بسي امام خطيب نقول لك عندي شركه اوديو فيزوال بواد دو برودكسيون مع اصحابي قاعدين يجيو يصوروا لي في خطبه الجمعه كل خطبه وقاعد نهبط فيها في الانترنت وراني قاعد نصرف عليها اكثر من اللي قاعد نخفي من وزاره الشؤون الدينيه، يعني اكثر من 100 اورو في الشهر. طيب علاش؟ باش خطب الجمعه تتوثق وتهبط في اليوتيوب، لانه اليوم الاعلام ما تنجمش تعمل عليه. اليوم الاعلام قاعد يختار انه الخطبه اللي زعما تهبط يعني الخطبه اللي ما تهبطش، ثم ديسكور ما يلزموش يكون موجود، ثم فكر ما يلزموش يكون موجود. فنحن اخترنا ان نحن نعملوا على الاعلام البديل اللي هو اليوتيوب وغيره. ثاني حاجه انتم كشباب امريكي قلت لهم بالله ستوب ميكينغ ستوبيد people famous، ما عادش تجيبوا لايما نتاع الوهابيه لايما نتاع المشرق تجيبوهم لشعوبكم راهو بداوا يخربوا لكم. راهو الفكر اليوم تاع الدقاع تصير عمليه ارهابيه سواء كان في لونجلتير ولا في امريكا ولا في غيرها راهي من فكر هكا يقول انه لابد من الاباده ولابد من زعزعه ولابد من كذا باش تسيطر.
فعيطوا لشمال افريقيا، عيطوا للائمه التوانسه، عيطوا للائمه الجزائريه المراركه، راهم عندهم الفكر المعتدل، عندهم الفكر البناء اللي يبني اللي قائم على المحبه وقائم على الالفه. علاش حبيت نقول الكلام هذا؟ لانه اليوم في تونس كما قلت لك حال الامام يسخف، راهو رياض خويا تيجي يتكلم في كلمه معينه يقول اش تعمل؟ كيفاش تقول الميراث مساواه في الميراث؟ لا تحب نحيوك توا يجي يتنحى، راهو الامام راهو ما عندوش عنده مورد رزق، راهو كان ال 400,000 اللي كان ياخذ فيهم هذاك مشاو على ريحهم، راهو وممنوع عليه راهو يعمل سي ان اس، كان يعمل سي ان اس ياخذ الحد الادنى اللي هو 70 دينار. البارح الجمعه اللي فاتت بركه صحوا الكونترا هذايا ما بين وزاره الشؤون الدينيه وما بين السي ان ار بي اس، مع وزاره الشؤون الاجتماعيه بصفه عامه وكل شيء، على انه باش تولي ثم كوفرتور سوسيال للامام. راهو الامام ما عندوش لمده سنين هذوما اللي فاتوا كلهم ما عندوش كوفرتور سوسيال، كي يمرض ليبو ربي يحط يده على راسه يقرا الفاتحه ان شاء الله يبرأ، يعني ولاده يمرضوا ومرته تمرض كذا ما عندوش، راهو ما عندوش كوفرتور سوسيال، راهو ماهوش معتبر كمواطن في وسط دوله، راهو يبداو يخوفوا فيه بكل من حديك ما تقولش راهو نحيوها لك. فاش تلقاه الامام تلقاه يتكلم فوق المنبر، ايها الناس راهو ندر شنيه، وراهو يلزم الاجتهاد في القران، وراك يلزمك تعمل راهو المساواه في الميراث هذوما، نحن في 2020 ما عادش في 1000 ندر شنوه، ففي كذا باش يرضاو عليه، نحكي راهو بصفه عامه يرضاو عليه المنظمات الدوليه، راهو واش نحكي على وزاره الشؤون الدينيه، وزاره الشؤون الدينيه عمرها يعني نعرف الناس اللي غادي انا عمرهم ما يكونوا في ولكن الفكره هذه هي راهي تدور حول هذا الموضوع، راهو جوعوا يقول لك اللي تحب عليه انت ويعاونك في الشيء هذا. انا تقول انت البنك الدولي والمنظمات الانترناسيونال يكونتروليو الدوله بالحكايه هذيك بالقروضات وكل، والدوله تكونترولي وزاره الشؤون الدينيه ولا الائمه زاد بنفس الطريقه، معناها انه ما عندكش دخل اخر، ما عندكش فلوس، سواء باش ترضى بالحكايه هذه وباش تحاول تعديها للعباد وتقنعهم بها، سواء راك مش تخرج، معناها اللي هو ان شاء الله ما يكونش كافي في تونس. بورتون سي تريست، على خاطر هو اللي فددني اكثر حتى من الائمه ولا من الواحد، مع انهم ما يدافعوش على الحكايه، العباد المثقفه، خاطر العباد المثقفه في بالهم تفتح، في بالهم جوست خاطر قريت ما نعرفش قداش من عام بعد الباك ديجا راك مثقف، اللي هي ريان افوار، وفي بالهم انه الحكايات هذه اللي جاي الكل تفتح وتفتح على الغرب وكل اور. انت تشوف الموديل نتاع الغرب ماهوش ناجح، اللي هذا اللي فددني. شوف امريكا، شوف شنو صاير فيها تو، هاني قمه التفتح في الغرب والليغاليتي سوسيال والكلهم عملوهم، فهمتني؟ فرج الفراكتور السوسيال اللي صايره فيها تو. شوف لي بي اوروبيان كيفاش ما عادش فما فامي، ما عادش فما قيم، ما عادش فما عاش بون كلمه قيم سا ديبون، هو كل واحد كيفاش يفكر، اما ما عادش فما لحمه، ما عادش فما معش نيبو اشتر العزايز هنا تقام طايشين في دي ميزون دو ريتريت، ما عنده ولد يجي مره في العش قداش وما يشوفوش. شوف كيفاش الفامي، معناها ولات كل مشاكل تربيه الصغار والفامي، معناها السيستم تاع فامي تكسرت، حتى لي سيستم تاعهم اللي هما معناها سيستمات الدوله تاعهم بشوي بشوي قاعده ظهر في لي ديفو تاعها. صحيح مشات بور مومون، اما مانيش كونتر باش تاخذ بوزيتيف من دوله، مانيش كونتر باش تاخذ بوزيتيف كي انت تخمم في الموديل اوروبيان ولا فرونسي ولا امريكان ولا اللي هو، خذ منه الباهي جو سوي بور. ماذا بيا يكون فما كوفرتور سوسيال للعباد الكل بيان سور، ماذا بيك يكون السبيطارات بلاش، التعليم بلاش، ماذا بيك تعاون الفقاره وتعاون والتاكسي للعباد اللي عندها برشا فلوس، هذوما كل حاجات بارفيت. اما كي انت تدخل بشويه بشويه تبدا معناها تتغرب وتبعد على دينك وعلى القيم اللي خلت المجتمع نتاعك وصل للي هو، سي تريست، معناها خاطر هما القيم نتاعهم معناها حافظوا عليها ما خسروهاش. دونك العباد المثقفه هذه بارونتيز كما قلت لك الثقافه ماهيش سهله، نحس جوست يسون امبرسيوني، معناها منبهرين بالغرب بطريقه غالطه. يعني بيد معناها كما قلت لك مانيش كونتر باش تاخذ بوزيتيف من الدول الغربيه، معناها مانيش كونتر ليغاليتي، مانيش كونتر معناها السيكوريتي سوسيال للعباد، ماذا العيش الكريم، شكون ما يحبش معناها جيرانه معناها ياخو ان بون سميك بار اكزومبل كيما في الدول لنا، حتى الفقير يعاونو عنده ان سميك اورير، عنده درا شنو عنده الحق في العيشه في دار في 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 صغار ويقرا وفي حاجات كيما هكا، معناها فهمتني؟ ما فما حتى حد كونتر الحاجات هذه، مي اون ميم طون ما يمنعش انك تحافظ على القيم نتاعك وتحافظ على دينك وتحافظ على الحاجات اللي نورمالمون تربيت عليها، مش تو سامبلومون تو جيت تو بار لا فنيتر معناها وتبعثها وما عادش حد شيء معناها يهم، وهات نتبعهم في كل شيء في الباهي وفي الخايب.
مي سيتريست خاطر كما قلت لك هما كما قلت انت هما ياخذوا يعملوا البريسيون عليك بطريقه اخرى. يعني باش نعطيك قرض كان ما كما قلت انت ما حاشتش بفلوس ريالمون باش ترجعهم لا ما حاشت الشعب نتاعك تفورميه تقولبو كيما نحبك تقولبو معناها فهمت. كما قلت لك المشكله في فينا في مش مشكله هي احنا تربينا في تونس انه يمكن الدين معناها اللي تربينا عليه جي بعد جات بريود وتظلم معناها بريود اللي كما قلت لك العصر اللي قبل الثوره وكل عهد بن علي كانت شنية الدين بالنسبة ليك صلي وصوم على روحك ما ترونكيل ما تكثرش برشا من الدين معناها فهمتني. دونك بعد الثورة تحرت العباد كما قلت ديجا حكيت انت قبيل على فاصل القنوات اللي جات بعد الثورة وكيفاش معناها العباد كانت وقتها ديجا عندها نوع من الكبت نوع من الجوع معناها ولا من العطش الكونتينيو متاع الدين وكله ما لقاتوش في بلادها مالوريزمون لقاتو في, في, في بلدان أخرى عطاتها افكار تنجم تكون غالطه ولا صحيحه الله اعلم. مي بعد الثوره بدات تتحسن وبدات الوضع يتحسن وكل شيء. مي شوكاني كيفاش معناها امه حتى اللي كنا فيه قبل ما معناها السيستم اللي كنا فيه قبل بظلم وكل الى باوزي معناها يمس حاجات كي من هكا معناها فهمتني الى باوزي حاجات كي من هكا تو تجيني في عهد حريه وتقوم تتراجع حاجات بازيك معناها نورمالمون غريبه. شو جون نقول لك حاجه راهو ما بين قوسين ما كان هذا يكون اسمه كامل عندي انا يعني نقول لك الدين في تونس الفيرسيون اللي موجوده في تونس مش الدين مش نوعيه الدين خاطر الدين الاسلامي كله الفيرسيون اللي موجوده في تونس من اصح الفيرسيون بتاع الدين في العالم. كيفاش؟ ايوه اعطيك صح ساعة اول حاجه خمدون نفهموا ساعة ثم نقطه نحبوا نفهموها. أبي قوسين راهو الحال ما بعد الثورة ما يعجبش ياسر طيب؟ لأنه كي تجي تشوف غاية الدين، الدين ننظروا له مش بيا اليوم نحن ذاك ما أبي قوسين، إذا كان تلموا نحن 10 من 12 مليون في تونس، ونقولوا لكلنا شو مليون صلي؟ والكلنا نسينا الكل باش نلبس الحجاب، ورجعنا الكل باش نلبس اللحية والواحد وكل شيء. حال البلاد حال الأمة اقتصادياً اجتماعياً ثقافياً كل شيء مش يتحسن فورسيمون. أنا أقول لك مش يتحسن خاطر مش هذاك السبب نتاع الواحد شو أكد لك أنا مش فاهم لو إجا نعمل العكس إذا كان 11 مليون قررنا الكلنا أن نحن باش نفسدوا باش نهملوا باش نزلوا باش نزلوا باش كذا نحن حكاية الدين باش نقضيوا على الدين جملة باش تتغير حاجة باش نتحسنوا معناها من الجناح الاجتماعي الاقتصادي الثقافي كذا يعني ماذا شنو الهدف؟ الهدف هو تأثير الدين على الواقع الاجتماعي. اليوم أنا نحكي لك على تأثير الدين في الواقع الاجتماعي راهو الدين ما بعد الثورة خرب أكثر اللحمة الاجتماعية.